الكل ده قعدة العمال دي بتقسم الظهر 15 حتة. طبعا انت مش متابع اللي بيحصل في الاستوديو فاهم، فانت فايتك يعني ولا حاجة عادي. شوية طوب بيتكسر يعني. انا بنفسي الفترة دي تفوت عشان انا زهقت وتعبت من تاني يوم. نوكيا 5.3 موبايل ب 2700 جنيه من نوكيا. الفئة دي فيها منافسة شرسة، عندك ريلمي سي 3 وموبايلات كتيرة من شاومي. هنا الاخ ده بيتحط فين ضمن هؤلاء الوحوش؟ خليكم مقتنعين ان نوكيا داخلة مختلفة خالص عن الشركات التانية. نوكيا بتقول لك واضحة كده، انا مش ببيع لك امكانيات مقابل سعر، انا ببيع لك فيتشرز مقابل سعر. يعني مثلا نوكيا بتقول لك ان احنا عندنا سنتين سوفت وير ابديتس جاي على الموبايل، حاجه زي كده. من شاومي بتلاقي السوفت وير مثلا اول سوفت وير كويس، تاني سوفت وير تلاقيه معكوك، تلاقي سوفت وير بايظ. اي نعم جالك ابديت ولكن سوفت وير بايظ. هنا بقى مفيش الكلام ده، هنا انت السوفت وير بتاعك اندرويد 1، انت اندرويد من جوجل، انت جوجل بتنزل لك الابديت بتاع الاندرويد الجديد اللي هو اندرويد 11 في نفس الوقت بتنزل له بيكسل. وعلى فكره يا جماعه الموبايلات اللي شغاله باندرويد 1 واندرويد جو والحاجات دي ليها ثمن اصلا. لا الشركه بتدفع فلوس لجوجل اضافه عشان جوجل تصنع سوفت وير مخصوص للموبايل، يعني مش حاجه كده فور فري. والانتجريشن بتاع جوجل باين قوي في كل اسبيكت من الموبايل. يعني مثلا ده موبايلك بتفتح الموبايل لاول مره بتعمل سوايب اب كل ابلكيشنز جوجل، الموبايل ده بره العلبه ما فيهوش ابلكيشن واحد بلوت وير او ما فيهوش ابلكيشن واحد بينزل. يعني مثلا شاومي تنزل بتاع تلاقي كينج مانيا، تلاقي روكت سيجا ليجا، تلاقي حاجات غريبه كده ما بتلغيش. هنا مفيش اي حاجه، هنا فقط جوجل. تاني حاجة في الانتجريشن بتاع جوجل في الموبايل ده، ودي حاجة حلوة قوي قوي قوي، هو زرار باور عادي جدا، زرار فوليوم برضو عادي جدا، ولكن بقى المميز زرار جوجل اسيستنت من ناحية الشمال. بتدوس عليه بيفتح لك جوجل اسيستنت. اكيد يقول لك مثلا try saying open youtube، فانت ممكن تقول له hey google open youtube، بيفتح لك فيديو محمد سامي اللي كنت بتفرج عليه بتاع الايباد والاندرويد مش عارف. او اي نعم الايباد عجبني اكتر بس نحترم سامي برضه. واستغلال جوجل الهاردوير بتاع الموبايل ده استغلال حلو جدا، كون ان الموبايل ده مش بيجي باقوى معالج في السوق تماما، يعني سناب دراجون 665، انت عندك معالجات اقوى من كده بكتير. واجهه المستخدم فعلا ناعمه، والموبايل ده فيه حاجات في حلوه عن بقيه المنافسين، حاجات ممكن تكون مش فارقه مع ناس كتير قوي بس بعض الناس هيفرق معاها. مثلا الموبايل ده بيكونكت ل 5G نتورك. 5G نتورك دي اللي هي لما يكون عندك راوتر وعندك نت سريع قوي في بيتك مثلا، عاده بيكون اكتر من 25 او 30 ميجا بت. الموبايل ده بيلقط السرعات العاليه بجوده كويسه جدا عن بقيه الموبايلات. طبعا كل الكلام ده ما يمنعش برضو اللي هنرجع نفس النقطه، ان الامكانيات الداخليه مش قويه قوي. وخلينا نتكلم بقى هل الحاجات دي تفرق معاك ولا لا. نبداها بايه؟ بالشاشه. انت عندك ايه شاشه؟ 5.55 انش، يعني تقدر تقول مثلا 5.6 انش، شاشه كبيره جدا. دروب نوتش كبيره سنه كديزاين، يعني بقيه الموبايلات اصغر سنه في دروب نوتش، بس يعني قشطه ما عنديش مشكله. ولوجو نوكيا على فكره شكله بريميوم قوي تحت كده، شكله فعلا حاجه كده من الزمن الماضي. والشاشه هنا طبعا اي بي اس ال سي دي مش اموليد او اي حاجه. واول مشكله بقى هتبان معاك ان هنا الشاشه اتش دي بلس على حجم تقريبا 5.6 بوصه. السوفت وير حلو والقناه حلوه وكل حاجه حلوه، اه هتفتح يوتيوب هتلاقي اقصى حاجه 720. هتلاحظ ان ده مضايقك بصراحه. من وجهه نظري اي موبايل شاشته اكتر من 5 بوصه انت محتاج فول اتش دي بلس ايا كان هو موبايل ايه. الحلو هنا الموبايل بيجي بكورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث، ودي حاجه لطيفه. هو الموبايل بره العلبه ما كانش بيجي معاه سكرين بروتكتور، بس فكره انك تاخد كورنينج جوريلا جلاس في السنه دي حاجه كويسه. وكان من الحاجات الروشه اللي دايما بستناها في موبايلات نوكيا هي الانبوكسنج اكسبيرينس، انك تفتح كده تسمع صوت الحاجات وتفتح العلبه. فتح العلبه بتاعت الموبايل ده كانت يعني مش بريميوم خالص، ابعد ما يكون عن بريميوم. الحاجات مرميه في اكياس جوه البتاع، تحس ان هو حد علب لك الموبايل وحط الحاجه في كيس، ما حسيتش ان ده بريميوم انبوكسنج اكسبيرينس. بس الكلام ده ما يمنعش ان النوكيا 5.3 شكله بريميوم جدا، ومن وجهه نظري هو احلى موبايل
ممكن تشتريه في السعر. يوسف انت قلت على سي 3 نفس الكلام، انا عارف وقتها ده اروش. خليني اوريكوا حركه روشه. امازون تيرن اوف اريا 51 لايتس. لو جينا فتحنا فلاش موبايل تاني وعملنا كده بتشوف اضاءات غريبه في الحواف بتاعه الموبايل، شكلها روش جدا جدا جدا. بس كده بقى، ايه رايك في الفيديو؟ امازون تيرن اون اريا 51 لايتس كده احلى. طيب انت عملت تكلمنا عن جوجل وجوجل وجوجل، ولكن ما وريتناش السوفت وير بقى شغال ازاي بالسلاسه اللي انت عمال تحكي لنا عنها دي. خلينا نشوف حاجتين: سلاسه السوفت وير وفتح وقفل تطبيقات والتنقل ما بينهم، والاهم بالنسبه لي تجربه الالعاب على بروسيسور مش قوي، ودي الحاجه عاده اللي بيبان فيها قوه الموبايل. نبدا بسلاسه السوفت وير. فتحت البلاي ستور الدنيا ناعمه، يعني هو ساعات بتلاحظ تقطيعات بسيطه بس ده عادي في السعر. تسويتش من ابلكيشنز الدنيا حلوه، الدنيا مش بشعه، وبجوهم انيميشن سموث، انيميشنز حلو بالنسبه في السعر. ده اندرويد 1 الاداء ناعم، دي حاجه غير متوقعه. انا داخل متوقع ده وحش بصراحه. ايه ده؟ الموبايل تقريبا ده يعني رابع يوم لي، انا استخدمته تقريبا اول يومين استخدام كده متوسط، صورت بيه كام صوره، استخدمته كده شويه، حطيت فيه الخط بتاعي كده، شفت كام حاجه. النهارده قبل ما ابدا تسجيل من حوالي ساعه ونص ساعتين كده الموبايل كان 9% وانا لسه داخل على الاوضه هبدا اسجل، كان ده كام ساعه ونص. احنا بنسجل فيديو ساعه ونص عشان يطلع لكم في اخر 9 دقايق. احنا على الكفاءة. بطارية بتاعة ده مش وحش خالص، بطارية 4000 ملي امبير اور يو اس بي تايب سي. هي اي نعم يو اس بي تايب سي ومش عارف ايه، بس هي في الاخر 10 واط، فاللي هو شحن بطيء بيجوا على العلبة الشاحن، والسلك اللي بيجوا في كيس كده فاهم، كيس نايلون كده ما بتدوا لك عشان تاخد فيه ساندوتشات تاخد فيه الشاحن. فهي البطارية حجمها كبير بس شحنها بطيء جدا، فما تتوقعش انك موبايلك كده في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي هروح احطه بقى في الشاحن مثلا 5 دقايق وارجع لكم 20% واكمل فيديو. لا، الموبايل ده فصل شحن احطه بالليل واخده الصبح مشحون. ده الكونسبت اللي انت المفروض تظبط دماغك وانت بتجيب الموبايل ده. الحمد لله انا جربت تجربه الكاميرات تفصيليه وحفظتها قبل ما ادخل الفيديو ده، وخلينا نكمل الموبايل كده وهفصل شحن. الكاميرات، ظهر الموبايل هنا في اربع كاميرات ب 2700 جنيه. ايه بقى بيعملوا ايه يعني؟ ليه؟ الكاميرا الاساسيه كاميرا 13 ميجا بكسل f1.8، الكاميرا الثانيه كاميرا 5 ميجا بكسل وايد انجل بقى وحاجات روشه، الكاميرا الثالثه والرابعه واحده منهم دبث واحده منهم ماكرو، او معنى صح كاميرات مالهاش اي ستين لازم. تمام اتفقنا، ندخل بقى في الاداء. فادي من السعر لا تتوقع انك هتاخد صور لا حلو، صعبه. النايت مود بيشتغل ساعات بيعك او يعني كتير بيعك، فتوقع نايت مود في الموبايل ده اخرك هتصور مثلا ايه، هتصور دوكيمنت، هتصور حاجه، لكن ما تتوقعش انك هتصور صوره بني ادم مثلا بعزل بالليل وتطلع الصوره حلوه قوي، صعب. ولكن اللي مش صعب يحصل في الموبايل ده هي الصور المتنوره كويس في الشمس، تقريبا ما فيش غلطات في اي مود في الكاميرا دي، سواء بتصور ماكرو، سواء بتصور بورتريت، سواء بتصور نايت الصبح، ودي حركه انا بحب اعملها ساعات عشان ازود كونتراست كده في الصوره وتلاقي الصوره مليانه الوان. وخدوها يا عم يلا تب كده، صور نايت مود الصبح، فاهم؟ انت بتبوظ استخدامات الموبايل بس بتطلع صور حلوه، جربها بقى هتعجبكم قوي بجد. فهي كاميرات فئه السعر هي اقدر اقول عليها ان هي اباف افريج، حاجه بسيطه لاداء الكاميرا كويس الصبح، ولكن هي يعني مش متفوقه يعني على موبايلات كتير في بالليل، لا هي كاميرا بالليل متواضعه شويه. وتقريبا الكاميرا الاماميه نفس الكلام بالظبط، الكاميرا الاماميه هنا 8 ميجا بكسل f2.0، كاميرا لطيفه الصبح بتطلع صور حلوه جدا، عزل ممتاز. فيها باجز غريبه كده، يعني انا كنت بصور صوره لنفسي بورتريت في اضاءه قويه، اضاءه الشمس بقى اللي هي اضاءه البتاع ده، وحطيت الموبايل كده ماشي، دوست على الزرار صور الصوره وخلاص بفتح بقى البتاع، فلقيت الصوره راسي معموله فيها كده كان الصوره مهزوزه، ايدي كانت ثابته مليون في الميه، ولكن في باجز كده غريبه بتحصل في الكاميرا اليومين دول. انا متاكد مليون في الميه سوفت وير ابديت هيجي يحل حاجه زي كده، خصوصا لان اللي بيعمل سوفت وير ابديت ده هو مين؟ جوجل. الموبايل ده بيجي منه ثلاث الوان، لونين ممتازين وخرافيين، وفيهم فيتشر الروشه اللي انا قلت لكم من شويه انت تنور حته منه فينور. على فكره الفيتشر دي يا جماعه بتحصل لو انت منور لمبه هرش، يعني اللمبه دي الاستوديو هنا صعب انك بالصدفه تلاقي كده، ولكن لو انت منور مثلا لمبه اباجوره جنبك كده مثلا والموبايل هنا ممكن تلاحظ ان هو نور من الحواف، شكله فعلا حلو جدا. اللونين اللي انا انصح بيهم اللون ده، واللون التاني اللون الساندي كده اللي هو اصفر بس مش اصفر قوي، فاهم؟ لون كده حلو فظيع يا جماعه، لازم بجد ده او الاصفر لو ناوي تجيب. الاسود ده يعني انا مش فاهم ليه ممكن حد يشتري موبايل اسود في الفئه دي. ايه المميزات الموجوده في الموبايل ده؟
يو اس بي تايب سي، اي نعم مش فاست شارجنج بس يو اس بي تايب سي، بطاريه كبيره 4000 ملي امبير اور. الحاجه الروشه الكول لايتنج باك افكت، دي حاجه روشه جدا. وحتى بعيدا عن اللايت افكت ده، الديزاين نفسه كيرفي ومنحني وروش، وفيه زي خطوط كده في الظهر. لا تصميم موبايل مش رخيص، تصميم موبايل حلو. والحاجه الاخيره البصمه هنا في ظهر الموبايل طبعا شغاله، وشغاله بسرعه جدا، في ثانيه بتلمس بتفتح، مفيش ديلي قوي فيها. واخر واهم ميزه في الموبايل ده جوجل سوفت وير ابديت السنتين. الموبايل يا جماعه ده يعني انت شاريه وانت في بطنك كده بطيخه صيفي، انا مطمن الموبايل ده هيعيش معايا على الاقل سنتين، اداؤه منتظم، اداؤه كويس. عيب بقى الموبايل، والعيب الاكبر بالنسبه لي في الموبايل ده، يعني ممكن ناس كتير تعتبر العيب مثلا ان الكاميرات مش اقوى حاجه، ممكن تعتبر مثلا ان الموبايل بيزفلط منك او حاجات زي كده، بس لا، العيب الاكبر بالنسبه لي في الموبايل ده الشاشه اتش دي بلس على حجم كبير. هتلاحظ قوي ان في شاشات احسن من الشاشه دي موجوده في اتساع. وتاني عيب، وده عيب غريب قوي، سماعه الموبايل. مبدئيا سماعه الموبايل مش صوتها عالي، وثانيا لو انت قاعد في مكان هادي تماما زي اوضه السينما اللي احنا عاملين لها سيت اب تور قريب قوي. انا بقالي سنتين بقول كده، بس يعني خلاص انت بتشوف الاستوديو فاكيد انا سيت اب تور. يعني المهم لو انت قاعد في اوضه السينما وهادي كده، مفيش دبه نمله كده بتسمعها، لا انت كل حاجه هدوء هو كده. وجيت مسكت الموبايل ده وشغلت صوت على مثلا لغايه 3 4 شوط، بتلاحظ وش غريب بيخرج من السماعه دي، وش مش طبيعي. وما اعتقدش يا جماعه ان المشكله دي مشكله سوفت وير وابديت وجوجل والحاجات الروشه دي، لا خالص، اعتقد المشكله دي مشكله هاردوير. ولو انت من الناس اللي بتحب تشغل صوت هادي قوي، تشغل مزيكا هاديه جدا 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 في استخدامك اليومي، في مشكله في سماعه الموبايل ده. نقول لهم بقى الحاجه الروشه اكيد مش ايه مش عارف. طيب اكيد شفتوا في الانبوكسنج حاجه كده في النص كده مش مفهومه ايه دي، ويعني هي مفهومه ايه دي. طبعا دي سماعات نوكيا يا جماعه، السماعات دي المفروض اللي هي تقريبا في رينج 1200 جنيه او 1300 جنيه، سماعات ترو وايرلس روشه كده تحط في ودانك وتبقى انت ايه حياتك ترو وايرلس. صوتها عامه مش وحش، تدخل جوه ودانك وكل الحاجات دي. انا مش جاي النهارده اعمل ريفيو ولا اي حاجه، انا جاي اعمل جيف اواي. وجيف اواي كالاتي: اول واحد هينزل تحت في ديسكربشن الفيديو وهيلاقي ايميل، الايميل ده بتاع نوكيا، ويقول لهم في الايميل انا جاي من طرف لو ويندي تك وعايز سماعه الباور بيتس ايربودز. اول واحد فقط هيبعت الايميل ده هيحصل على السماعه دي من خلال نوكيا. وفي نفس الايميل انت هتبعته ده تاكد انك تحط صوره الفاتوره اللي اشتريت بيها الموبايل ده، ممكن تكون المحظوظ اللي هيكسب سماعه تقريبا بنص سعر الموبايل. ماشي، انا ماليش دعوه، السماعه دي مش هتروح من خلالي، السماعه دي نوكيا قالوا لي هنعمل مسابقه روشه كده، بحيث انت ايه ولا كورونا ولا حاجه ولا تعامل انت مع ناس، احنا اول واحد يبعت لنا ايميل باسمك هبعت له سماعه. طبعا عارف ان انت قفلت الفيديو ولا مهتم ان انت تسمع اللي انا هقوله بعد كده، بس ماشي يعني الف مبروك عليك السماعه. شكرا شفت الفيديو، تاك اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اشوفكم في الفيديو.